صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع الدعوق من السراي الحكومي، حيث تنعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في جدول أعمال يتألف من 8 مواد تتعلق بالأمور الحياتية والمالية للموظفين والأساتذة وغيرها من المواضيع المهمة، وأيضا على جدول الأعمال بند يتعلق بالأدوية. ولكن اليوم اللافت هو مداخلة قام بها رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كان هناك يعني مواقف حاسمة فيما يتعلق بموضوع القضاء والرئاسة وحتى في بعض البنود. المداخلة قال خلالها بأنه وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل اللبناني بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي. ولكن هناك أيضا رد فيما يتعلق يعني تناول، وكأنه يلمح الرئيس نجيب ميقاتي على أداء القاضية غادة عون، وقال في موضوع القضاء سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا إجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه والذي تشاورت بشأنه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. هذه أهم جملة قال اليوم الرئيس نجيب ميقاتي فيما يتعلق بالقضية غادة عون، وتابع قائلا وفي الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا أو أفرادا. هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب. وشدد الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية، لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة وإعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه. وأضاف لقد اجتمعت هذا الأسبوع مع شركة توتال التي أكدت أن مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنه في صدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج. وقال على جدول أعمالنا اليوم أيضا بند يتعلق بإعطاء الإدارة العامة تعويضات بدل إنتاجية. وفي هذا الإطار أتوجه بكلمة إلى المتقاعدين وخاصة العسكريين منهم، لكانوا قد اعتصموا منذ الصباح بالتزامن مع هذه الجلسة في محيط السراي الحكومي وفي ساحة رياض الصلح. وجه لهم كلمة في هذا الإطار وقال أؤكد الحرص على إعطائهم حقوقهم وفق الصلاحية الممنوحة لنا من مجلس النواب وبناء على قرار مجلس الوزراء. قد اجتمع معالي وزير المالية مع المدير العام لتعاونية الموظفين للبحث في تعزيز التقديمات. وقال لبنان غني بتعدداته وتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي أجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علما أن الموضوع طرح في إطار سؤال عادي. أنا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز أن يشعر أحد وكأن هناك مخططا لتحجيم دور أي مكون لبنان أو النيل منه. كما عيشنا واحد وعادتنا واحد، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحيا ووطنيا. الأسبوع الفائت حصل حادث مؤسف جدا في الشمال، ولابد هنا من التوجيه تحية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. ووجه تحية لأهالي عكار اللي أظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن أن تحصل، وندعو الله أن يرحم الشيخ أحمد الرفاعي بوافر رحمته. كما ننوه بالعملية اللي قام بها الجيش بالأمس لتحرير أحد المخطوفين، وبالعملية النوعية اللي قام بها الأسبوع الفائت وسقط خلالها
شهداء للجيش. بنشير إلى أنه هيدا الكلام للرئيس نجيب ميقاتي كان في مستهل هذه الجلسة، لمثل ما قلنا على جدول أعمال 8 بنود. بتجدر الإشارة أيضا إلى أنه النصاب اكتمل مع الرئيس نجيب ميقاتي، في عنا 16 وزير بالجلسة حاضرين للبحث في شؤون الزيادات على الرواتب للقطاع العام. اليوم عم بيعاني من الرواتب اللي عم بتكون ضئيلة جدا نسبة للارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، كما أنه الأساتذة أيضا. وبالنسبة كمان وزير التربية كان في هناك حديث له في مستهل أو قبل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء. أهم ما قالوه بالنسبة لوزير الاقتصاد أمين سلام، قال أنه كل الزيادات اللي أضيفت إلى الأجور لا تلبي طموحات العامل، ونأمل أن نصل إلى السقف الأعلى. كانوا عم يبحثوا بموضوع أنه يصير ينعطى على صيرة فيتم احتساب الرواتب، لأنه طبعا لما عم ينضرب الراتب بثلاثة ما عم بكفي بالنسبة للعاملين في القطاع العام. وزير الإعلام زياد مكاري قال بأنه التمديد للواء عباس إبراهيم ليس من صلاحياته، والجواب عند وزير الداخلية. أيضا هناك مسألة التمديد للواء طبعا كانت مهمة جدا، ووقت يعني بعد يومين مفروض أنه يخلص وقت منصب عباس إبراهيم اللواء. اليوم عم ينحكى عن أسماء أخرى يتم التداول بها من بعد ما خلصت كل الحلول أو الصلاحيات ربما أو الخيارات لتمديد للواء. اليوم هناك تساؤل عند الكثير من الصحفيين ومن ضمنهم نحن، هل سيتم التمديد للواء عباس إبراهيم من خارج جدول الأعمال اليوم؟ بحسب ما قالوا بأنه كل وزير الاقتصاد قال بأنه كل شيء بيجوز، ولكن بحسب المعلومات أنه لن يتم التطرق لهذا هي المسألة، والأمور تصب في أماكن أخرى يتم البحث فيها ربما في الساعات المقبلة عن أسماء أخرى سيتم طرحها. بالنسبة لوزير الإعلام كان اللافت كلامه بأنه تعليقا على ارتفاع أو انخفاض الأجور بالنسبة لسعر صرف الدولار، قال بأنه معاشه وصل ل 100 دولار والله يساعد اللبنانيين في هذا الشأن. بينما أهم ما تم التطرق إليه هو ما جرى أو ما يعني كان على لسان وزير التربية عباس الحلبي، اللي قال بأنه هيدي الجلسة هي مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام وفيما خص صيرفة، فهذا قرار مالي لا يجب الاجتهاد به. وبيقول بأنه بيأكد وبيحسم مسألة إلغاء الامتحانات الرسمية، وبيقول بأنه مستحيل أنه تنلغى، ومطالب المعلمين هي واضحة وليس على حد علمي هناك تمديد للواء عباس إبراهيم. بالنسبة للامتحانات الرسمية قال بأنه اليوم الوزارة عم تشتغل ليكون في عنا خطة يتم اعتمادها، خصوصا وأنه التلاميذ بالمدارس الخاصة عم يتلقوا تعليمهم بشكل طبيعي، بينما طبعا الطلاب والتلاميذ في المدارس الرسمية صار لهم أكثر من شهر ما عم بيروحوا على المدرسة، وذلك بسبب إضراب الأساتذة والمعلمين اللي عم بيطالبوا بتحسين الأجور وبدل النقل وغيرها. شفنا بالمرات السابقة هناك اعتصامات أمام وزارة التربية بالنسبة للأساتذة، من بعد ما كان قال وزير التربية بأنه الأمور انحلت، لم تجري الأمور بما يجب أن تجري عليه. وبهذا السبب اليوم موضوع التربية هو على أهم البنود اللي حيتم التطرق لها إلى خلال جلسة مجلس الوزراء. هل سيتم التمديد للواء عباس إبراهيم؟ شو رح يصير بموضوع الرواتب للقطاع العام؟ وماذا عن الأساتذة والمتقاعدين؟ كل هذه الأمور سيتم التطرق إليها، ونحن أكيد رح نكون معكم لحتى نعرف أكثر فور خروج وانتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق.